يعني ممتدة إلى كافة البلدان العربية والإسلامية والعالم الإنساني بمفهومه الواسع أكبر. نتابع أيضا مع حضراتكم الصورة للقاعة التي ستحتضن مراسم تلقي البيعة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. وبالطبع هي أمور ستظهر تبدو شكلية، لأنها الأمور كانت مرتبة بشكل جيد وتمت منسقة بشكل روتيني معتاد، وكان لله سبحانه وتعالى الفضل، ومن بعده كان الفضل أيضا للملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أرسى نسق وطرق معينة للبيعة تتم بشكل روتيني لخلف بيخلف خلف لهذا الإرث وهذه الأمانة الهامة. بالطبع الوفود حضرات اليوم كانت وفود من الدول العربية أجمع، تحديدا الأقرب كانت وفود مجلس التعاون الخليجي، قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت، أيضا وفود أيضا من بلدان عربية أخرى كالأردن وأيضا الأردن والمغرب حضرت، كذلك وفود من بعض البلدان الأجنبية اللي بعضها لم يصل بعد كفرنسا اللي أعلنت أنها هتكون متواجدة في تنظيم أو تنسيق مع السلطات السعودية لوصول الرئيس الفرنسي لتقديم واجب العزاء. أيضا الدول نعت هذه الأمور، كان رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، نعت الفقيد المقبول له الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأعلنت الكثير من الدول الحداد، وصلت بعض الدول إلى 40 يوم حداد زي ما تم في الأردن والبحرين، أما بقية الدول على أغلبها كانت 3 أيام حداد، مصر أعلنت الحداد 7 أيام. وطبعا الحضور المصري كان لممثل في رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لكن الحضور الرئاسي على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعذر وجوده بشكل سريع نظرا لسوء الأحوال الجوية في دافوس، لكن تم إلغاء كافة النشاطات وتم الترتيب مع السلطات السعودية لوصول عاجل لرئيس السيسي. ولدينا الآن حديث لسعادة السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يحدثنا عن هذه النقطة تحديدا كي نوضحها للسادة المشاهدين. نستمع إلى سعادة السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. بالتأكيد يا فندم، تلقينا الخبر مساء أمس بحزن شديد، والسيد الرئيس وجه على الفور بإعلان حجز الحداد، وقرر قطع برنامج زيارته لسويسرا وألغى كافة ارتباطاته اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي. احنا اليوم كان السيد الرئيس كان هيرأس جلسة هامة يحضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات حول القضاء على ظاهرة التطرف والعنف، وكان سيادته كذلك عنده ارتباطات كثيرة مع عدد من رؤساء الدول. قرر السيد الرئيس إلغاء كل ارتباطات اليوم والتوجه ومغادرة سويسرا، لكن للأسف حالة الظروف الجوية دون إمكانية تحركنا في وقت مبكر والتوجه للحاق الجنازة. جاري الاتصال والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تحديد موعد وصول السيد الرئيس لتقديم واجب العزاء. المواقف التاريخية اللي سجلها تاريخ بأحرف من نور لفقيد الأمة العربية والإسلامية الملك عبد الله بن عبد العزيز لا يمكن أن ننساها. موقفه من إرادة الشعب المصري في 30 يونيو ده موقف لن ننساه أبدا، وإحنا متأكدين من وصالة مسيرة العطاء خلال الفترة القادمة من جانب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي العهد الأمير المكرم. بالفعل حضرتك كانت علاقة أكثر من ممتازة، يعني نشأت منذ فترة ونمت وتطورت وتعكس مدى مثانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والشعبين، وكان فيها اتفاق تام في الرؤى حول مختلف القضايا العربية والإسلامية والجهود التي يجب أن نبذلها لرأب الصدع العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والحرص على تأكيد دفاع عن القضايا الإسلامية. فكان هناك طلاق كبير في الرؤى ما بين السيد الرئيس وجلالة الملك الله يرحمه. كما ذكرت يا فندم، احنا كلنا ثقة في استمرار مسيرة العطاء
والخط العام من المملكة العربية السعودية الذي يرمي إلى تعزيز التضامن العربي والعمل على إعلاء كلمة الأمة العربية والإسلامية وبالتأكيد الحفاظ على قوة ومتانة العلاقات ما بين البلدين. كان هذا يعني صوت سريع جدا وحوار أجرناه مع سعد سفير علي يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اللي أعلن حضراتكم وكررنا هذا الخبر أكثر من مرة. سوء الأحوال الجوية منعت رئيس السيسي التواجد بشكل سريع جدا من سويسرا إلى المملكة العربية السعودية وبيتم التنسيق، وربما يعني التنسيق تم حاليا بين السلطات السعودية والرئاسة المصرية حتى يكون هناك تواجد سريع لرئيس السيسي حتى يقدم واجب التعزية. حاله كحال الكثير من البلدان العربية ممثلة في ملوك ورؤساء وسفراء أيضا لتقديم واجب التعزية إلى المملكة العربية السعودية لفقيد الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، نسأل الله الرحمة والمغفرة ونتغمده بفسيح جناده، ونسأل أيضا أشقائنا في السعودية وأشقائنا في العرب أجمع بالصبر والسلوان. معنا الآن الزميل طالب بن محفوظ الصحفي السعودي. أهلا وسهلا يا فندم، وأعزي نفسي وأعزيك وأعزي يعني العالم العربي جميعا والأشقائنا في السعودية. رحمة الله عليه، فقد كان يعني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قائد أمة، قائد لكل الأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة للأمة الإسلامية. لقد كان رجل السلام، رجل المحبة والوئام، رجل استطاع بمبادرته في الحوار أن يقدم نموذجا عالميا للوئام والسلام بين الشعوب العالمية. نعزي أنفسنا ونعزي كل الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل الذي فقدناه. هو رجل استطاع أن يقدم الكثير والكثير لأبناء شعبه. صحيح. ليس لأبناء شعبه فحسب ولكن للأمة الإسلامية والعربية. رحم الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. أمين يا رب. كيف استقبلت الصحافة السعودية على وجه التحديد يعني يعني هذا اليوم، وكيف وصفت في الأيادي الخيرة للملك عبد الله رحمة الله عليه سيد طالب؟ الصحافة السعودية والإعلام السعودي كباقي أجهزة الدولة المختلفة كان هناك استنفار كامل للتغطية الحدثية لهذا المصاب الجلل. استقبلنا اليوم الكثير والكثير والكثير من تعازي المنظمات والجمعيات والمؤسسات العالمية والمحلية. كان الجميع في حزن وندم على ما يعني على هذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا إن شاء الله. وهناك نقطة يا فندم وحضرتك زميل وأستاذ لينا في الصحافة أكثر مني تعليقا وتوضيحا لهذه النقطة، نقطة الـ 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 يعني مراسم البيعة وكيف تتم بشكل أرساها الملك عبد الله بشكل تبدو واضحة وجليلة وتضحد أي كلام يعني أو قلاقل. هو لا شك ان المنهج السعودي في انتقال يعني السلطه رجلا من عظام الرجال في منطقه الشرق الاوسط والعالم العربي والعالمين العربي والاسلامي بالفعل، لكن كان يوما مهما جدا في الجانب الاخر لان الكل قد اعترف ضمنا بعظمه هذا الرجل ويعني درجة إيجابية نظرته للعالم والإسلام وفي وسط العالم الذي يموج بالعنصرية وكراهية الآخر إلى آخره. أعتقد أنه يعني سبغ على هذا
العنصر من نفسه ومن سويداء عظمته إن صح التعبير، بحيث أصبح العالم كله يعترف بأن الإسلام له مكانة والعرب مهم جدا، رغم أن بعض العرب شوهوا صورة الإسلام، إلا صحيح. أنه بالفعل استطاع من خلال الكاريزمية التي يتمتع بها أن يفرض سطوة العرب والمسلمين على العالم كله، ناهيك عن أنه له أزرع ممتدة في أماكن كثيرة، له رأي وله رؤية فيما يتعلق بالأحداث في سوريا، فيما يتعلق بالأحداث في العراق، أيضا حتى اليمن. كل هذه الأشياء تؤكد أنه كان رجلا عروبيا وإسلاميا في منبته وحتى الخط الذي اختطه لنفسه. صحيح دكتور، يعني حينما كانت تتحرك السعودية، حينما كان يتدخل الملك عبد الله رحمة الله عليه شخصيا في أمر ما، فكانت الأمور تأخذ منحى آخر، حينما يعني ينزل بثقله لا نريد أن شخصي وثقل وثقل المذكرة السعودية، لا نريد أن نفضل بينه وبين آخرين، لكن هو بالفعل يعني يعتبر هو يعني العقبة الكأداء بالنسبة لأعداء الإسلام بشكل أو بآخر، وكان يفرض احترام الجميع للعرب المسلمين، لأنه لم يكن متشددا ولم يكن متطرفا، كان معتدلا في كل شيء، وهذا الاعتدال يصعب جدا أن تفرضه كصيغة الإسلام في الدول الأجنبية أو الغربية أو حتى شرق أوسطية، لأن هناك جماعات حاولت أن تغطي بشكل أو بآخر على الدول، لكن إطلاقا مثلا جماعة الإخوان الإرهابية عندما أعلنت مصر أنها كذلك، نجده صار في نفس الاتجاه، لأنه مقتنع تماما أن الإسلام بريء منهم، براءة الذئب من دم يعقوب، والإمارات فعلت نفس الشيء. إذن الملك عبد الله رفع يعني أسهم الإسلام إلى أعلى عليين. صحيح. النقطة المهمة جدا اللي يعني عايزين نوضحها، حينما غابت مصر عن الساحة 2011 واستمر طبعا معهد الإخوان لحد 2013، وغابت سوريا من في نفس التوقيت نشبه. وغابت العراق من 2003، عوض الملك عبد الله بالكاريزما الذي كان يتمتع بها، بهذه الثقل في الشخصية في المكانة السعودية، عوض هذا الغياب وهذا الفراغ الاستراتيجي في العالم العربي. صحيح، لأنه في الفعل غابت العراق قبل فترة عندما كان هناك هجوم واحتلال ومنطقة خضراء وصدام حزين، كل هذه الأشياء أعتقد أن الملك عبد الله احتل المكان نفسه، وهذه الأماكن امتدت حتى عندما غابت سوريا، وعندما حاول الإخوان إخراج مصر من هذا العالم كله، أعتقد أنه ملأ الفراغ تماما. لكن ريثما قام الشعب المصري العظيم بثوراته في تحت النينو، دعم هذه الثورة وأكد احترامه للشعب المصري وإرادته، وقال قولته الشهيرة أن من حق الشعب المصري أن يقرر مصيره. وحتى عندما اختير بعد ذلك السيسي ليقول كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت بترشيح باسم المجموعة العربية من الملك عبد الله. إذن كان الرجل يعني أينما يسير المواطن العادي في مصر، في العالم العربي، في العالم الإسلامي، كان يسير معه، وبالتالي لم يكن قائدا بقدر ما كان يعني يقف مع الناس. وأعتقد أن هذا هو الذي جعل الجميع يشعر بأن قلبه كان انخلع عندما رحل عن هذا الرجل. صحيح، طبعا الصحة وطول العمر الأمير سلمان، ولكن هل ترى فيه نفس الدور للمملكة العربية السعودية بالشخصية والكاريزما المعهودة؟ يعني أكاد أكون متفائلا أكثر من اللازم، ربما قد يصفان البعض بذلك، لأن الملك سلمان يمكن أن يسير ربما أكثر وأعمق، أكثر إيجابية من هذا من الملك الراحل. لماذا؟ لأنه بنفسه اعترف في اليوم الأول لولايته أنه بالفعل يعني سوف يسير بالسعودية في المنهج والذي اختطاه، لا أقول الملك عبد الله، ولكن حتى الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، وهو بذلك يطمئن الكثيرين أن السعودية ستسير في نفس الخط وإنما يكون أكثر فيما يتعلق برفع لواء الإسلام إلى أعلى عليين، وحتى التعاون حس العروبة الذي كان عند الملك عبد الله موجود أضعاف أضعافه عند الملك سلمان، وبالتالي لا خوف إطلاقا، لأن السعودية لها رأي على الأقل ما حدث في سوريا من داعش من الحوثيين من أشياء كثيرة جدا محيطة به في الواقع، لكنه يعني مطمئن جدا لجميع العرب والمسلمين أن السعودية ستجدها أينما كانت وأينما كنت تود أن تجدها ستراها دائما. طيب التأثيرات والأوضاع السياسية بشكل عام، نبدأ كده بدولة دولة،
زي ما انت شايف رسم الجغرافيا والقلاقل اللي بتحدث، وسيادتك استاذ دينا وخبير في العلاقات السياسيه والدوليه، نبدا بهذا التاثير لهذه الشخصيه اللي كانت محور لقاءات ومصالحات من اليمن، من ليبيا وقت القذافي مثلا، سوريا واللاجئين والهضبه، اليمن ومشكله الحوثيين، حتى فلسطين وحماس وفتح. بدوله دوله شايف الامر ازاي بهذه الشخصيه الجباره رحمه الله عليه الملك عبد الله؟ ازعم انه لن يشعر اي انسان مسلم بان الملك عبد الله قد غاب، لان الملك سلمان سوف يعوضنا هذا الاتجاه. لكن لا تنسى انه مثلا فيما يتعلق بالحوثيين وايران مثلا باعتبار شيعه مش شيعه، اعتقد رغم كسر كل الاشياء حتى الان إلا أنه كان أول من دعا أحمد النجار عندما كان رئيسا لإيران لحضور مجلس التعاون الخليجي. إذا الرجل يعني في الاتجاه الذي يوحد لا أن يفرق. صحيح. وعندما عادت مصر كان فرحا جدا بهذا المعنى عندما أكد هذا من رغم تكرار أن إرادة الشعب فوق كل اعتبار. وأعتقد بشكل أو بآخر أن يعني ليبيا كان حزينا جدا أنها أصبحت بالمفهوم السياسي دولة فاشلة لا فهيئات ولا مؤسسات. صحيح. اطلاقا يعني اتيح الفرصه لداعش واتيحت الفرصه للقاعده قبلا وكانها اصبحت شراز يعني اعتقد انه كان حزينا جدا. لكن لا يوجد كما يقول فكر ماركسي في الماضي، لا توجد مشكله الا مع حلها. فاعتقد انه كان مؤمن ايمانا راسخا بان اي مشكله كانت ما كان اي معضله ان صح التعبير كانت لها حلول. وبالتالي اعتقد انه كان يرى ان هناك خيطا من فجر سوف يطل على الامه العربيه والاسلاميه كلها فيما يتعلق بسوريا، رغم ان الكثير كان يتحدث عن سوريا وانها انتهت، وان يعني اعتقد بشكل او باخر انه دائما في اتجاه الشعب السوري، الشعب المصري، الشعب الليبي. حتى نقطة بشار الأسد، تناحيه، انسحابه، والأمور دي كلها لم الملك عبد الله شخصيا لم يفصح بيها إلا حينما يكون هناك حوار. يعني حينما يكون هناك حوار نفصح بالنتائج، لكن موقف بدون ما يكون، أنا قلت أنه دائما في صف الشعوب. صحيح. وأعتقد أنه دائما كان في صف الشعب المصري. وأشيء بسيطر الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه الحل في سوريا يجب أن يكون الحل السياسي، لأنني أخاف حقنا لدماء الشعب العربي السوري. طبعا. هذه مسألة مهمة جدا. الحل السياسي، وأعتقد أن الملك عبد الله كان في هذا الاتجاه، لم يفعل فعلته كقطر مثلا عندما سلحت ما يسمى بالمعارضة السورية إلى آخره، وكان يريد أن يشعل نارا أو يسكب مزيدا من الزيت عن النار. لا أعتقد أن الملك عبد الله كان كذلك، وأرجو أن تعتقد أن الملك سلمان سيسير في نفس الخط بس أكثر سلمية وأكثر وداعة، ولكنه حازم وباطش إذا لزم الأمر. طيب، المبايعة المفترض النهاردة بعد صلاة العشاء تتم بنقطها بكل الترتيبات، أنه الشعب العادي بيجي يقدم المبايعة الملك سلمان طبعا، والملك أو الأمير محمد بن نايف ولي العهد، ومن ثم لأول مرة منصب يعين أحد أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد العزيز، وهو محمد بن نايف ولي العهد، والنائب الثاني بتاع رئيس مجلس الوزراء منصب أول مرة. شكل المبايعة شايفها ازاي؟ وده طبعا أمور خاصة بالمملكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية. يعني هذا يؤكد ما قلته أن الملك عبد الله رحمه الله كان يسير في اتجاه الشعوب، وأعتقد أن المبايعة إلى آخره قد خطط لها بشكل أو بآخر، فقد انتهت من الناحية الرسمية أن هناك ولي عهد يجب أن يكون هو الملك القادم، وولي العهد يسميه والوزراء والحكومة باعتبار أنه رئيس مجلس الوزراء. لكن على أي حال أعتقد بشكل أو بآخر أن عندما يفتح القصر الحكم في الرياض ويدعى الناس بشكل أو بآخر تقديم البيعة، هذا اقتراب جديد للشعب، يعني يقترب منه كثيرا أن الرجل لم يأتي لأن يعني المراسم الملكية وضعته في هذا المكان، بقدر ما أن الشعب نفسه يختاره. وأعتقد أنه كان قريبا جدا من الشعب، يعني كان قريبا جدا من الأعمال الخيرية ويقوم بها سواء في مصر في حرب 57 أو حتى
في الجزائر ايضا 56 وفلسطين والاردن حرب 67 كان يترأس المعونات التي تقدم الى الاردن. كل هذه الاشياء قربت كثيرا من الملك قلوب الملك الناس. سلمان لم يكن بعيدا عن الساحه يعني جرت لم العاده لم يكن بعيدا جرت العاده. وهذه النقطه ليست تنطبق على السعوديه تنطبق حتى على معظم دول مجلس التعاون ان ولي العهد في اخر نقول اربع خمس سنوات من رحله عمر امير الدوله او ملك الدوله او رئيس الدوله انه هو بيسير امور الدوله داخليا وخارجيا. نعتقد اللقاء السوداني يعرف جيدا ان حتى الملك عبد الله عندما مرض واشتد المرض عليه واجرى عمليات جراحيه الى اخره كان الذي يحكم ويسوس البلاد، لا اقول السعوديه فقط ولكن منطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه كلها والاسلاميه كان الملك سلمان، وبالتالي لم يكن بعيدا تماما عن العمل السياسي طول عمره في العمل السياسي ناهيك عن انه اطلع بمسؤوليات جسام في الفتره الاخيره وكان بمفرده بشكل او باخر، وهذا ما يبعث اطمئنان القلوب ان الرجل يعني اعتاد على ان يتحمل مسؤوليه سيعني مسؤوليه كبيره جدا لان هناك مشاكل عديده تحيق بالمنطقه كلها بالسعوديه الحوثيين وما فعلوا في 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 اليمن سوريا حتى الان ما زال الامر معلقا. يعني اعتقد بشكل او باخر ان الكثير مطمئن لهذا الرجل وسوف يكون الملك عبد الله والملك سلمان مع بعض يعني سيسير على نفس الخط لكن ربما يختلف التكتيك لكن الاستراتيجية واحدة وهي لم الشمل العربي والإسلامي. صحيح. طيب احنا اتكلمنا على الدول داخل الربيع العربي اللي فيها ثورات فيها حروب فيها إلى. طيب الدول اللي هي من الأساس تمثل أداة قلق هي المملكة العربية السعودية. أنا بتكلم على إيران، بتكلم على اليمن تحديدا الحوثيين. الملك سلمان شايف رؤية مخالفة ممكن يعني ينتهجها؟ أنا قلت أنه قد يختلف في التكتيك أو الخطة لكن الاستراتيجية واحدة. الملك سلمان ليس من دعاة الخصومة مع أي طرف من الأطراف، بالعكس إذا كانت هناك ثغرة واحدة للحوار سيكون هذا هو عنوانه بشكل أو بآخر سواء مع الحوثيين سواء مع النظام الحاكم يعني سواء مع إيران. المهم يعني أعتقد أن إيران دولة إسلامية كبرى، دولة شرق أوسط كبرى، وهذا ما اعترف به حتى أوباما عندما جاء إلى جامعة القاهرة. صحيح. قبل خمس سنوات قال نفس الشيء وقال إن من حق إيران أن يكون لها دور في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، هذا ما قاله. أعتقد أنه إن لم يقله حتى الملك سلمان لكنه كان يشعر به ويعتز بأي مسلم كان ما كان، وهذا الخط يجب أن يفقدنا الثقة لا في أنفسنا ولا في المصير المحتوم علينا ولا التحديات، ولا أقول فقط مشاكل، هناك تحديات كبيرة جدا للمنطقة. أعتقد أن الملك سلمان سيكون قادر على وضع حلول لها ونحن كلنا معه ونحييه. المشكله اليمنيه مع التصاعدات الاخيره والاحداث الاخيره مشكله اليمنيه اعتقد انه يعني هناك قلق بدون شك في المملكه العربيه السعوديه، ليس لان اليمن كان سعيدا كما يقول اليمن السعيد لكن هناك مشاكل كثيره جدا، ويعني عبد الرب منصور هادي قدم استقالته صحيح لم يحسم بعد لان البرلمان اليمني سوف يحسم هذا يقبله او يرفضه، واعتقد ان يعني رفضه رفض الاستقاله قائم حتى الان. وبشكل او باخر اعتقد ان اليمن ايضا حدوديه متاخمه ل المملكة العربية السعودية وهناك عدد كبير جدا في جدة وفي الرياض وفي حائل وفي الدول يعني السعودية هناك عدد كبير جدا من اليمنيين تجار وأعوان للنظام، يعني أعتقد بشكل أو بآخر أن الملك سلمان سيتعاطى مع هذا الملف بمنطق البراغماتية، لابد أن يبحث عن مصالحه ومصالح العرب والمسلمين أجمعين سواء في اليمن من ناحية أو في السعودية من ناحية أخرى. المهم أننا نثق في هذا الرجل ثقة شديدة جدا وفي كل الاختيارات التي يقوم بها. نخرج بقى من المحيط العربي والدول الجوار ذات القلق، نروح على الناحية الدولية بقى. هذا التأثير دوليا بقى لرحيل المغفور له الملك عبد الله، يعني غياب هذا الرجل مهم جدا يجب ان نذكره فيما يتعلق بالدول الخارجيه، لانه العلاقات الدوليه تقوم على شيئين في اي مكان في اي وقت، يعني المصالح المتبادلة
والاحترام المتبادل للشعوب. المصالح اعتقد ان السعوديه لها مصالح مع واشنطن، لها مصالح مع باريس، مع مدريد، مع يعني روما، يعني كل الدول الاوروبيه الغربيه بشكل عام كانت له مصالح. لماذا؟ لاننا نعتبر من الدول المشاطئه للبحر المتوسط جنوبا، والمشاطئه هم مشاطئين للبحر المتوسط شمالا، وبالتالي اعتقد ان البحر المتوسط يجب ان يكون بحيره اتصال لا انفصال، وبالتالي اعتقد ان المصلحه ستجعل الجميع يراعي هذا. لكن كان مع الملك عبد الله الامور سلسه. لماذا؟ لانهم اعتادوا عليه فتره طويله، وهو حريص جدا على رفع يعني رايه الاسلام في كل مكان، واعتقد ان له دور كبير جدا في التقريب من الاديان كما قلت واوضحت. وما يطمئن الدول الغربيه ان هذه المبادئ ستسري ايضا وتظل قائمه مع الملك سلمان، لانه لم يكن بعيدا عن الحقل السياسي بشكل عام او البيت السياسي في السعوديه، كان يسوس الامور في الفتره الاخيره ربما شهرين او ثلاثه او سته اشهر كان الملك عبد الله في حاله مرضه الصعب. هذا يعني اتيح للملك سلمان انه يقوم بهذا الدور، واعتقد ان الدول العربيه وحتى الدول الغربيه قصدي وامريكا وواشنطن تحديدا في حاله ارتياح شديد لهذا الرجل، لانه ليس يعني هبط عليهم برشوت كما يقال، ولكن كان موجودا في البيت السعودي الحاكم بشكل او باخر. يعني حتى كان بس رد فعل على طول سريع، هو اسعار البترول اللي صعدت حوالي 2.5% ما يقارب من دولار، صعدت قليلا، لكن هناك بعض المشاكل فيما يتعلق باصرار جلالة الملك رحمه الله على إنتاج نفس الكمية اللي تنتجها يوميا، في حين أن انخفاض الأسعار مستمر إلى آخره. يعني أنا عارفين السعودية تاني مخزون في العالم مثلا. أعتقد أنه يعني إذا استمر هذا النزيف وإذا استمر هذا الانخفاض ستجد المملكة العربية السعودية نفسها مع دول أوبك كلها والدول العربية مصدرة النفط يعني مضطرة أن تقلل هذا، لأنه هذا يخضع العرض والطلب. إذا كان العرض كثيرا قلت الاسعار، واذا كان العرض شحيحا ارتفعت الاسعار. اعتقد انه يمكن ان يفعل ذلك، وهذا امر متروك للدول كلها، دول مصدر النفط. لكن طبعا السعوديه لها دور كبير باعتبار كما قلت ان هي ثاني مخزون نفط في العالم. هي طبعا نقطه خاصه ونقطه اقتصاديه تحت يمكن للمعلومات البسيطه بس اللي عندنا، انه لانه هناك يعني نقول كده زباين خاصة بالبترول، فأنت عشان تحافظ على مستوردينك حتى إن انخفض السعر تستمر معاهم، عشان حتى لما يطلع السعر يكونوا مستمرين معاك. طبعا ودي نقطة يعني اقتصادية، يعني أنا أعتقد أن السعودية ستجد نفسها يعني في حالة عناق إن صح التعبير مع دول تتأثر كثيرا بمسألة النفط مثل روسيا، مثل فنزويلا، مثل إيران، وأعتقد أن المصلحة ستجعلهم جميعا ينضمون في تحت لواء واحد، لكن هذا يخضع للسوق العرض والطلب في الفترة القليلة القادمة. حابب تعلق دكتور سعيد على أيام الحداد، بعض البلدان لها مختلفة، يعني مثلا عندك البحرين، الامارات، الكويت، والمغرب، وليبيا، ثلاث ايام مثلا، مصر 7، الاردن والبحرين 40. اعتقد ان هذا يعني ارجو ان تعتقد انه حتى في شهر رمضان مثلا في الدول الخارجيه نجد كل المغتربين مغتربي يصم على بلد، رغم ان البلد فرنسا مثلا او ايطاليا او حتى انجلترا اصدرت فتاوى بانه الصيام غدا، لكن هو بعد غد، لان بلده الاصليه يعني بعد غد الصيام فيها. يعني اذا كان هناك اختلاف في مساله الصيام وهو منسك مهم جدا مناسك الاسلام، صحيح. يعني كيف يكون هذا؟ يعني طبيعي جدا ان تختلف، لكن هناك علاقه اكيد بطبيعه المملكه مع البحرين، المملكه العربيه الهاشميه الى اخره. اعتقد مسألة 40 يوم او 7 ايام احنا وسط مثلا. في غيرنا 3 ايام مثل الامارات وقطر ولبنان يعني اعتقد ان المهم ان الكل اجمع على خساره العالمين العربي والاسلامي بهذا الرجل عندما غيبه الموت. طيب دوليا بقى، ويعني مش هنغيب عن مصر، ودوليا مواقف رحمه الله على الملك عبد الله
أول من وضع الإخوان على لائحة الإرهاب، وكمان وقف ضد المشروع الإخواني للسيطرة على فكر العالم العربي، كان شقه دولي وشقه أيضا يعني يمس القلب كده المصري. يعني وخاصة لو كلامك مظبوط، إذا وضعنا في الاعتبار الحادث الإرهابي في باريس بتاع شارلي إبدو، أعتقد أنه تبين القسوة الدينية أن الملك عبد الله ورئيس عبد الفتاح السيسي وكل الرؤساء العرب كانوا على حق عندما وضعوا هذه الجماعة الانتهازية التي تغالط والتي تكذب والتي تنافق جماعة الإخوان، جماعة إرهابية، أظن أنها كانت على حق. ونذكر الكلمة الشهيرة للملك عبد الله من شهرين حينما حذر أن الإرهاب سيصل أوروبا، والملك عبد الله وحتى الرئيس السيسي قال نفس القول. اعتقد ان الملك عبد الله قال انه يعني ليس احد في مأمن عن ان الارهاب يغزو بشكل او باخر كما حدث الان في اوروبا. اوروبا ليست بعيده وليست في مأمن من هذا. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الارهاب يعني لا دين له ولا وطن، وقال أيضا الإرهاب آفة عالمية، ولأنه آفة عالمية يجب أن تكون مكافحته مكافحة عالمية يعني. وأعتقد بشكل أو بآخر أن هذا الرجل كان يرى مصلحة المواطن المسلم العادي في العالم الإسلامي كله في الاعتبار، وأعتقد أنه كان قريبا جدا من طموحات الناس وكان يعبر عنها وكان يعني يحاول أن يؤثر فيها وأن يكون موجودا بشكل أو بآخر. عندما تحدث عن تقريب الديانات أو تقريب الأديان إلى آخره، كان بذلك يسوي بين جميع الأديان ولا يفرق إطلاقا بين هذا وذاك. مثلا في المجموعة العربية في الأمم المتحدة كان حريص جدا على إصدار باسم المجموعة العربية قرار من الأمم المتحدة بعدم إزراء الأديان، لأن ما يحدث شارلش إبدو وإصرارها على عدد الثاني والثالث، وهناك إهانات موجهة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أعتقد بشكل أو بآخر أن الرجل كان حاضرا، كان يستطيع أن يقول أنا مالي الأنا مالية تملاه، ويبتعد تماما عن كل هذه المحاذير، لكنه كان له رأي وكان يفرض رأيه على الدول الأخرى، كان يحترم من جانب الدول الأخرى كبيرة وصغيرة. عايزين نتوقف عند نقطة مهمة جدا، وخاصة مجلس التعاون الخليجي، أنه الملك عبد الله رحمة الله عليه اتخذ وخلق أذرع وأدوار كبيرة جدا لمجلس التعاون، من مجرد لقعدة وتشاور وقهوة وكلام منمق إلى أدوار فعالية فعالة في السياسة. طبعا احنا شاهدنا طبعا موقف الأزمة من قطر مع مصر، لكنه كان ليه أدوار كتيرة جدا في مساهمات داخل مجلس التعاون الخليجي اللي بيعد كبير أمراء وملوك مجلس التعاون. يعني كل الدول العربية وكل القادة العرب وأول المسيسي كانوا يحترمون كثيرا الملك عبد الله، كان باعتبار هو الأخ الأكبر، إن لم يكن الأب للجميع، والكل يحترمه، وعندما يشور رأيا يقول رأيا بشكل معين يؤيده الجميع، لأنه لا ينظر تحت قدميه وإنما ينظر للعالم الإسلامي كله. وأعتقد بشكل أبقى كما أشرت أنت أنه كان هو المهيمن على مسألة المصالحة المصرية القطرية، وكانت تسير على شطرين أو قسمين. القسم الأول المصالحة بين المجلس التعاون الخليجي من ناحية وقطر من ناحية أخرى، والخطوة الثانية والإشراف بشكل أو بآخر على المقاربة أو الاقتراب بين قطر ومصر. لكن على الأكثر عندما يعني كان له صوت الكل يسمع في مجلس التعاون الخليجي، حتى البعض كان يسمي أنه مهيمن بشكل بآخر على مجلس التعاون الخليجي، هذا غير صحيح الهيمنة، لكن كان رأي له رأي يعتد به. كان الملك عبد الله وكان قبله شيخ زايد بن سلطان بالفعل يعني بالفعل كان هو كبير المجلس، ومن ثم يعني اوروبا تفتخر انه الملك عبد الله، اوروبا تفتخر انه حصل عندها يعني وحده اوروبيه موحده. اعتقد ان خلاص مجلس التعاون الخليجي كان قاب قوسين ادنى من مساله يعني ان تكون عمله موحده، وهناك كباري بين الدول وبعضها تربطهم كل هذا. اعتقد يعني مثلا عندما ده احمد نجاد كما اشرت وكان رئيسا لايران لحضور مجلس التعاون الخليجي، كان بهذا المعنى. احمد النجاد بعدها قال انه يعني صحيح ان ايران تحتل الطنب الكبرى والطنب الصغرى ابو موسى، لكنه على السادة ان يجري حوارا، الثلاث جزر الاماراتيه، جزر في الاماراتيه، لكنه مستعد ان يجري حوارا بشكل باخر مع هذه الدول لكي يرحل عنها، ليس متمسكا بها. المهم ان تكون يعني خاضعه لقانون الدول العام. اذا يعني اعتقد ان هذا الرجل
كانت له إطلالة على جميع دول العالم، لم يقتصر فقط على الشعب السعودي أو السعودية أو حتى مكة أو يعني أماكن مقدسة فيه إطلاقا. كان ينظر إلى بنغلاديش وينظر الدول صحيح. وحتى في إفريقيا القارة السمراء. كل هذا يؤكد أن الملك عبد الله كان شخصا واحدا، لكن في الواقع كان يؤمن بالأفعال لا الأقوال. ولذلك تجده حتى في أشياء السنة عندما تحدث كما قلت من رمز تكرار التقارب بين أديان، لم يتحدث فقط مجرد حديث، ولكن يعني وضع هذه الاستراتيجية في ذهني وأنشأ منشآت ومباني إلى آخره، وكان هدفه في النهاية كذا. أعتقد أنه يعني نحن نقول في مصر أن محمد علي مؤسس مصر الحديث طيب. مؤسس السعودية الحديثة أعتقد أنه الملك عبد الله بالفعل، لأنه أصل في عهده 12 جامعة أنشئت في عهد الملك عبد الله. وأعتقد أن يعني الملك سلمان سيسير على نفس الخط وسيبني منشآت جديدة وسيسير في نفس الاتجاه، وكأن السعودية وعدت من هذين الشخصين الذين يعتبر الابن يعني الأول أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية. أعتقد أنهم يسيرون على نفس الخط، لا هدف لهم سوى الارتقاء بمستوى المواطن العربي بشكل عام. طبعا أنا بس بنتابع لحضراتكم من وقت وتاني الاستعدادات المتواجدة للقاعة اللي بتحتضن البيعة، هتتم بشكل روتيني، فقط تحتاج إلى شكل رسم الصور، لكنها تمت وانتهت داخليا فقط للعلن وبيئة المواطنين، وده يكون عقب صلاة العشاء إن شاء الله. المواطنين ببيئته يقدموا البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز كخادم الحرمين الجديد، والأمير مجرم بن عبد العزيز ولي العهد، ومحمد بن نايف ولي العهد. دكتور سعيد، نقطة بقى الأحداث اللي بتعيشها العالم دلوقتي، وهو حدث مهم جدا، داعش يعني والحرب والتحالف اللي عليه الولايات المتحدة. يعني أعتقد أن هذا التحالف بالفعل فيه المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول كثيرة جدا، ومصر لم ترفض لكنها تريد توسيع بشكل بآخر المسألة الإرهاب كله، وليس إرهاب مجزئا على داعش ومع الإخوان صح. أو ضد الإخوان. يعني كل من يحاول استخدام العنف لإجبار الآخرين على أن يسيروا في نفس الاتجاه هو إرهاب. وبالتالي أعتقد أن القاعدة فعلت نفسها قديما، وتبين أن أسامة بن لادن كان طفلا مذللا لدى المخابرات الأمريكية تفعل ما تفعل، وعندما ضربته بعد ذلك لأن مهمته انتهت. والقاص والدان يعرف أن المخابرات إذا يعني سلمت بأن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال شخص، عندما يتم هذا الأمر هذا الشخص أصبح غير مرغوب فيه، وبالتالي انقلب السحر على السحر. الشيء هذا حدث مع القاعدة، واليوم يحدث مع داعش، لأن الذي خلق داعش هي صناعة أمريكية كما يعلم الجميع. وبالتالي كان مطلوب منها أن تحقق هدفين، أن ترتعد فرائس دول الخليج بشكل أو بآخر، فتشتري أسلحة، وتعرف جميعا أن السلاح يشترى من أمريكا، ولوبي صناعة السلاح في أمريكا هو الذي يسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية في جانب كبير منها. الشيء الثاني يعني لابد من ضرب سوريا، لأنه كان في تجيش وتعبئة، وفي خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة ساعتين ثلاثة كان في كلام عن سوريا ستضرب بهذا الشكل. لكن اليوم بعد أن تم التجيش، بعد أن عمل التحالف، بعد أن وجهت كل فوهات المدافع إلى يعني سوريا، والضرب هكذا تقول أمريكا المراكز التدريب الخاصة بداعش، لكن ستضرب سوريا نفسها. والمهم في كل هذا الذي يدفع الثمن هو المواطن صح. السوري العادي صح. لذلك حتى الرئيس السيسي كان حريصا جدا يقول لك أريد حقن دماء الشعب المصري. والملك يعني والشيخ زايد له كلمة شهيرة جدا أن تم استخدام يعني النفط كسلاح في الحرب سنة 93، قال ليس النفط العربي بأغلى من الدم العربي، الدم صحيح. العربي موجود. وبالتالي أعتقد أن يعني الملك سلمان سيتعامل، قلت بمنطق برغماتي، لكن الأمن والأمان يجب السعودية الموجودة يعني. الأمن والأمان يجب أن تستتب أمرهما في السعودية وفي الدول العربية كلها. وإذا كان الهدف هو داعش بشكل أو بآخر، أو يعني هي لا تتسبب في عدم الأمن والأمان والاستقرار، فلا بد من إحداث وقفة معها. يعني في الـ
بس في الـ في الـ في الامور الداخليه السعوديه الملك سلمان ومحمد بن نايف ولي ولي العهد وطبعا مجرم بن عبد العزيز ولي العهد. محمد بن نايف اول منصب الحفيد اول حفيد المؤسس عبد العزيز بن عبد العزيز ويعتبر اللي هو بيطلق عليه يعني محارب الارهاب او قاصص الارهاب وتعيينه في هذا المنصب كمان ولي وليه العهد في فتره هل بيدل على قلاقل في الداخل؟ يعني خبرته في مكافحه الارهاب والاستراتيجيه العالميه ان صح تعبيري هي مكافحه الارهاب وبالتالي الرجل المناسب وضع في المكان المناسب. اهم من ذلك هو انه يعتبر حفيد للمؤسس صح الملك عبد العزيز. هذا جيل جديد يا الجيل الثاني يجب ان يظهر الجيل الثاني وان ياخذ فرصته واعتقد انه موجود في موقف حساس بهذا المعنى لكن خبرته في محاربه الارهاب مهمه جدا بالنسبه للسعوديه والدول الاسلاميه كلها. نيجي بقى للسؤال اللي في ذهن كل المصريين دلوقتي ونحن بنتابع هذا اليوم ويعني بنودع وبنستقبل بنودع طبعا رجل كانت له البصمات الجليلة العظيمة على مصر وكل العالم العربي والعالم الإنساني وبنستقبل ملك جديد نتمنى له التوفيق والاستمرار في ذات النهج القويم للمملكة العربية السعودية. السؤال اللي بذهن كل المصريين دلوقتي السعودية ومساعدتها لمصر هل سيظهر أو يبدو أي تغيير في هذا المنهج؟ يعني حتى الآن لم يظهر أي تغيير إطلاقا وليس يعني الملك سلمان بصدد تغيير إطلاقا بالعكس سوف يضيف على استقرار آخر إن شئت الدقة وبالتالي لا خوف لا من السياسة القادمة ولا من تغيير هذه السياسة كما قد يحلو البعض أن يقول بالعكس يعني يريد استقرار لدعائم النظام السعودي وهذا ينسجم مع المساعدات مع المواقف العروبية المواقف الإسلامية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية واعتقد انني لاحظت في الملك سلمان انه حريص جدا على ارساء قواعد الدولة وهو يعني الدولة السعودية اعتقد الدولة السعودية لها امتدادات من خلال التسامح من خلال قيم الدين الاسلامي الغير عليه في العالم الغربي بشكل او باخر عدم الصاق التهمة التهم به الى اخره انه بريء من الارهاب كما يحلو البعض ان يقول بشكل سهل وبسيط لكن هذا غير صحيح اطلاقا بالعكس الدين الاسلامي الدين تسامح واعتقد ان الملك سلمان سيسير في نفس الاتجاه وهو واثق تماما في خطاه وفي خططه وفي يعني التكتيك الذي سيقوم به لاحقا والدول الاسلاميه كلها معه ومصر معه الى اخره. صحيح كانت هناك علاقه شخصيه بين الملك عبد الله ويعني الرئيس السيسي لكن ليس هناك ما يمنع من ان تستمر هذه العلاقه مع الملك سلمان ولا خوف اطلاقا مع المصريين الذين عايشين في السعوديه اطلاقا بالعكس يشعرون بتعاسة شديدة جدا أن رحل الرجل الملك عبد الله الذي كان يحبهم كثيرا وينصفهم إلى حد كبير ويضع تعليمات بأن لابد أن يتساوى المصري المقيم في السعودية مع السعودي نفسه إلى آخره. أعتقد أن الأمير الملك سلمان سيفعل نفس الشيء وسيعطي حق تقرير مصير الشعب المصري وسيؤيد أي خطوات تنموية تسعى لها مصر حتى الآن ويقف ضد الإرهاب قلبا وقالبا سواء الإرهاب القادم من داعش او القادم من الاخوان او من اي جماعه. يعني دكتور تتوقع ان يتم تكثيف للدور السعودي بشكل ضاغط اكثر في الساحه الدوليه في الساحه انا اعتقد هذا في المشاكل يعني لان مصر والعالم الاسلامي يواجه تحديات كثيره جدا فالمملكه العربيه ستكرس هذا الدور سواء في اليمن لانه خلاص الخطر يحيق بها من اسفل وداعش من اعلى الى اخره. يعني اعتقد انه بشكل او باخر الملك سلمان سيضع هذه النقطه في الاعتبار وسيكون قريبا جدا من الاصوات العاقله وبعيدا جدا عن كل من يحاول استخدام الاسلام في العنف والتشدد. صحيح. طب على سيرة العلاقات الشخصية وهي نقطة تحسب للمغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز أنه وقف على مسافة من مبارك حرصا وتقديرا واحتراما لمشاعر المصريين الشعب المصري
الحق قال أن الرجل كان يحترم إرادة الشعب المصري، وكان يرى في كل ما يرى في مصر ليس رئيسا كائنا ما كان، بقدر ما الشعب المصري إرادته إلى أين تذهب، دائما مع إرادة الشعب. لم يثبت عن هذا الرجل لا في السعودية في شعب مع الشعب السعودي ولا الشعب المصري ولا الشعوب الإسلامية أن وقف ضد إرادة الشعوب كائنا ما كان. يعني احترم القادة إلى حد كبير، لأنهم إفراز للموافقة، إفراز إيجابي للموافقة الشعبية عليه. صحيح. الملك محمد السادس في المغرب، عبد الفتاح السيسي عندنا، إلى آخره. أعتقد أن الرجل بهذا المعنى سيكرس مهمة المملكة العربية السعودية، والدور الإسلامي كإسلام وسطي، وكان يحب الأزهر كثيرا، والأزهر يحبه أيضا، وكل عاملين فيه. أعتقد أنه كان يقدر الشيخ أحمد الطيب باعتبار أنه رجل مستنير ورجل علم، وكان يرى أن الأزهر مهم جدا بالنسبة له في الجانب الإنساني بالذات. وأصبح للأزهر إن شئت الدقة دور يعني الدين، الدور الديني للأزهر الشريف وضح ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله، باعتبار أن جامع الأزهر يعني مكان كل المسلمين يأتون عليه. يعني أعتقد أنه كان يحترم احتراما شديدا جدا، ويقوم بعمل التقريب من الأزهر وبين المساجد عنده إلى آخره. وأعتقد بشكل بار أنه كان يولي أي إنسان تخرج من الأزهر اهتماما كبيرا واحتراما لا حدود له. صحيح. اسمح لي بس دكتور سيد اذكر بس الناس ان البيعه ستتم بشكل روتيني، ينقصها بس الشكل الرسمي للاعلان امام الناس، لكنها امور بتتم حسمها وتدبيرها والانتهاء منها بشكل كبير، ويبقى بس يتعرض على الناس الشكل. طبعا الملك سلمان بن عبد العزيز طبعا، وولي العهد الامير مجرن بن عبد العزيز، ومن ثم محمد بن نايف اللي بيلقب يعني باسد الارهاب، ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء. دي وهتتم ان شاء الله بعد صلاه العشاء. في إطار برضو العلاقات الدولية فندم، والنقطة المهمة جدا، دايما كنا بنعتد بالسعودية كأنها يعني اليد الكبرى للعرب أمام الولايات المتحدة، أمام لندن، أمام أمريكا. يعني بالفعل يعني لا أريد أن أقارن بين الملك عبد الله وسابقيه.